انتي قلتي حاجة انا شايفاها غريبة وعجيبة لو سمعناها لأول مرة، بس لو ركزنا فيها شوية هنلاقيها حقيقة موجودة، اوكي احنا بس بنحاول نتجاهلها. يعني انه الست عدوة الست، نادرا ما تلاقي راجل يعادي ست الا لأسبابه، دي بتبقى حالات فردية قوية يعني. وانتي عملتي سلسلة فيديوهات بالمضمون ده بالظبط. وبالعنوان ده، ازاي يعني الست عدوة الست في البيت لو ولا في الشغل ولا في الجيران ولا في كله الشارع ولا في يعني المجتمع ولا؟ بصي، لو ركزتي كويس وكل واحد لو روح مثلا النهارده وفكر مشاكلي، كل ست يعني مشاكلي خلال مثلا عمري كله، هتلاقي ان الثلاث ارباع مشاكلك سببها ست. سواء الست دي للاسف للاسف بتبقى امهات او اخوات او حموات او ناس معانا في الشغل، او زي ما انت قلت جارات، زميلات، حاجات كتير جدا ممكن فعلا تبقى هي دي عدو المرأة. ممكن تكون الست اللي عرفت تأثر على جوزك وتاخده، ممكن تبقي انت الزوجة التانية والزوجة الأولى وهكذا، يعني دول كلهم أعداء لبعض. ليه بقى بقول كده؟ لأنه الراجل يعني الستات دماغها أكبر بكتير. الراجل مش هيبقى العدو اللي تخافي منه يعني، لا بالعكس، العدو الست تخافي منها أكتر، لأن هي عندها تولز وعندها يعني أدوات وعندها مخ وعندها اللي يوجعك. الراجل غلبان، يعني مش انه غلبان بس يعني تفكيره مفيش تنافسية بينك وبينه يعني، مش لا، وتفكير بالعكس. ما عندوش اللي هي الدنيا الكبيرة دي، التولز الكتير، ما بيفكرش كتير قوي زينا، بيفكر في اتجاه واحد، واحد مونوتاسكينج بيشتغل في سكة واحدة يعني. فهي لكن دي الست تفكيرها اخطبوطي شوية، يخوف يعني. يعني الرجالة لهم اخر، الست ما تعرفيش بقى آخر. ما تعرفيش على اساس ان هم سذج وبيتسحبوا. لا 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 يا مدام يعني، انا مش سذج خالص. لا طبعا الرجاله لا في لا عندهم لا لا يعني، بس انا قصدي انه الستات، وبعدين الرجاله دايركت يعني، لكن او بيفكر في غلابه يعني. صح، وحتى ان هو زعله دايركت كده، كل حاجه دايركت، لكن الست ممكن تبقى ما من بتغلبش تحت الوسيله ابدا. بالظبط كده. طيب عشان كده عدو المراه هو المراه. أكيد. انت قلتي في فيديو ليكي برضو يعني، خليكي ما تضحيش من غير حساب، وخليكي تعملك ألف حساب. هي ولا يعني لا يعني ان دي هي حاجة في ستات مثلا عندها فكر، اللي هم الطيبات الساذجات، اللي هم على فكره نسبه كبيره جدا يعني، هم دول الاغلبيه، بيضحوا بدون حساب، بس هي ما بتبقى باصه تحت رجليها. يعني هي اتجوزت عندها مثلا 25 26 سنه، فهي بتضحي بدون حساب وبدون مقابل. طيب ما فيش مشكله، حقك فعلا، والستات لازم تضحي، ما فيش كلام. الامومه والزواج يعني تضحيه، ما فيش كلام. بس اللي هو بدون مقابل وبدون ليميت، بدون حدود، اقدر اعمله وانا عندي 20 سنه 25 سنه 30 40 45، خلاص ما فيش بقى مشكلة يعني. مشكله فيها ولا في اللي ما بيقدرش؟ لا المشكله فيها، بتدي بدون لا مقابل. انا اسفه، المشكله فيها ان هي ما حسبتهاش صح. ان هي اللي هي بتعمله ده على تضحيه على مدى السنين، كان لازم تحسبها كويس، انه لازم يبقى فيه حدود ولازم يبقى فيه مقابل، لانه بعد 20 سنه مثلا هي مش قادره تعمل اللي كانت يعني بتعمله. عطاء زمان مشروط، الست الام والزوجه بتدي عطاء بلا شروط، مش ما لازم. ما هو ده حضرتك في علم النفس، ده غلط وكده، مش هو بقى ما تتصدمش بقى، مش هو ده الصح لو يعني. لو يعني العطاء الغير مشروط ده بتاع ربنا بس. يعني ربنا بس هو اللي بيعطينا، وفي الاخر هتاخد. لا، وخلي بالك انا التضحيه بدون حساب بتخلق شخص اناني، وبعد كده اناني ومدلع و صحيح. غريزه الام غصب عنها مهما قلت لها، يعني يقول لك ادعي على ابني واكره ليقول امين، غريزه الام نخرجها. بس نظرتهم ليها دي يعني، دي طيبه وهتيجي من كلمتين. لا، يعني مثلا بعد ما 20 سنه ضحيت كويس وخلاص، خلصت انتهيت، مش قادره تقوم من السرير، بتلف على الدكاتره، رايحه جايه على دكتور امراض نفسيه. فين بقى اللي ضحت عشانهم؟ لا، وكمان يعني هو انت تعبانه على طول، هو جوزك عايزك كده، ساعدتها هي سعيده كده. لا بس لا، هو في الاخر يعني هتتلام، جوزك لا عايز. لا لا، والعيال هيطلعوا مدلعين دلع برق، مش فاهم يعني. هي هقول لك، هي الفكره انها بتوصل لمرحله انه انا مش قادره اعمل، بس هما زعلوا قوي انها بطلت تعمل. لا، لان كان حاجه خلاص يعني، لان هي ما بقتش تضحيه، بقى حقه مكتسب. مكتسب بالظبط كده. تيجي نشوف الفيديو بتاعك بتاع طبعا. انا كان عايزه اقول حاجه قبل الفيديو عشان ما نغيرش الموضوع، بس بعد مش هنغيره، ده في نفس البوينت دي. قعدتوا تقولوا الست عدوه الست، هو ما فيش راجل قروبه؟
هو احنا دلوقتي شويه نسمع المصطلح ده راجل فيه كميه لوعه زي الست وخصوصا لو هي طيبه وبقى في رجاله بتغير من الست في شغلها. سهل جدا. لا مش بتكلم على الجواز. اوكي. بشكل عام بقى في الشغل ممكن تلاقي راجل غيران من زميله ست اكتر من الست اللي معاها. صح. في الجيران يبقى غيران انك راكنه عربيتك في حته وهو مش بس ده متوقع يعني. يا هبه لكن انه الضربه تيجي من ست بتوجع ده المتوقع ده من زمان من قديم الازل. لا يعني ان قصدي ان انا اتوقع انه راجل يغير مني وراجل مش عارفه ايه يعني دي اوكي لكن صح عندك حق بس في نفس الوقت لما انا ببقى متوقعه من الراجل غير لما ببقى متوقعه من الست. الست لما تيجي توجع اللي قدامها بتوجعها اكتر بكتير من وجع